خلال هذا الشهر حقيقة بجهود استثنائية من قبل مديرية الجريمة المنظمة وجهاز مكتب مديرية مخابرات نينوى وبالتنسيق وبإشراف من المركز المشترك استخباراته من نينوى، تمكنت هذه الأجهزة من تنفيذ فعاليات كان لها تأثير كبير وهي مهمة، وراح نستعرضها على حضراتكم خلال هذا المؤتمر. الحادثة الأولى هي إلقاء القبض على أحد العصابات التي تقوم بالمتاجرة بالعملة المزيفة، ومثل ما معروضة على حضراتكم تم ضبط العملة واللي هي مبلغها كان على مرحلة عصابتين. العصابة الأولى كانت تقوم بتهريب العملة عن طريق سوريا، ومعروضة عليكم المبلغ اللي هو مبلغ مقداره 20,000 دولار، وتم ضبطهم واعترفوا بارتكابهم هذه الجريمة. في عملية أخرى بعد فترة تمكنت هذه الأجهزة نفسها وبتنسيق وعمل عالي ودقيق أيضا من إلقاء القبض على عصابة أخرى كانت أيضا التاجر بالعملة المزيفة وكانت مهربة عن طريق أربيل، أيضا بجهود استثنائية أخرى ومتابعة لنشاطهم هذه الأجهزة قاموا أيضا بعد معلومات دقيقة بمتابعة أحد العصابات للتاجر بالآثار، وتمكنوا من إلقاء القبض على عصابة كانت حائزة على مجموعة من الآثار، وهذه الآثار أيضا قيمة ومعروضة أمامكم، وكانت تتفق على بيعها لأحد الأشخاص، وأيضا بعمل نوعي ودقيق تم إلقاء القبض على العصابة وحوزتها هذه الآثار القطع الأثرية القيمة المعروضة أمامكم، وكان ينون بيعها لأشخاص وتم ضبطها، وأيضا تم إحالتهم إلى القضاء وليأخذون جزاهم العادل إن شاء الله. أيضا هناك كانت فعالية أخرى ومهمة من خلال معلومات دقيقة توصلت لها هذه الجهازين، هناك تداول لمادة خطرة سامة حقيقة هذه ثمنها بالتعامل وصل إلى 4 مليون دولار، وهي معروضة أمامكم مادة خطرة جدا، هذه كميتها 775 غرام، كان أيضا يحاولون أن يبيعوها ويتاجرون بها، وأخوانكم بالأجهزة الأمنية من خلال متابعاتهم ومعلوماتهم تمكنوا أن يخترقون هذه العصابة وتوصلون ويلقون القبض عليهم وبحوزتهم هذه المادة الخطرة السامة جدا. أيضا هناك حدثة جريمة جنائية في منطقة الحدباء، ونحب ننوه أنه بعد ما بلغ مديرية الجريمة المنظمة وجهاز مخابرة الوطني تحركوا، وإحنا هناك تنسيق وتعاون بين الأجهزة رغم أنه الموضوع ليس من اختصاصهم، ولكن هناك تعاون بين كل الأجهزة، تمكنوا خلال وقت قياسي أن يتوصلون إلى القاتل، وهي كان قتل لامرأة في أحد الدور في منطقة الحدباء، والخبر اللي تناقلته وسائل الإعلام والشخص كان في حماية الشخصيات، وتمكننا من إلقاء القبض على القاتل واعترف، والجريمة ليس لها علاقة بالإرهاب إنما هي جريمة جنائية، والقاتل اعترف وتم إحالته إلى القضاء وسينال جزاء العادل. أيضا أخوانكم وهذا الموضوع أيضا نحب أن ننوه وننبه أخواننا بالموصل، بدأت عملية ترويج لبعض تناول الحبوب، تم ضبط كمية حبوب عددها يمكن 1750 حبة ما يقارب من الحبوب المخدرة، تم هي من الحبوب المهربة، وأيضا أخوانكم تم من خلال جهودهم الاستثنائية تمكنوا أن يلقون على القبض عليها ويضبطون هذه الحبوب، ولكن الحبوب سلمت إلى حقيقة الطب العدلي وموجودة عندهم، ما صار وقت أن نعرضها إن شاء الله. يا أيضا لا يفوتني أن أذكر كانت هناك عملية أيضا خلال هذا الشهر، أحد العصابات حاولت أن تبتز أحد المواطنين من خلال صورة أحد بناته، وحاولت أن تبتزه، فبعد ما بلغنا
ومن خلال أيضا جهود الأخوان بالجريمة المنظمة تمكنوا أن يشكلون فريق عمل مع جهاز المخابرات الوطني، وتمكنوا أن يوصلون إلى الشخص اللي يقوم باللي طلب مبلغ مالي مقابل هذه الصورة، وتمكنوا يتوصلوا له وإلقاء القبض عليه واعترف وأحيل للقضاء. أخوانكم دائما بالأجهزة الأمنية عيون ساهرة، لن يدخروا أي جهد من أجل المحافظة على سلامة المواطنين وعلى أموالهم وعلى ممتلكاتهم، وإحنا حريصين إن شاء الله كل الحرص. هدفنا أن تنعم هذه المحافظة إن شاء الله بالأمن والاستقرار إن شاء الله.